جريدة الدولة الجديدة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة لبرنامج مع بلغازي. استحضرنا اليوم الحدث الذي استعثر بالاهتمام خلال الأيام الماضية حول قطاع الصحة بالخميسات، وضيفنا اليوم أو ضيف حلقة اليوم هو الدكتور سيد فؤاد خرماز بصفته المندوب الإقليمي للصحة بالخميسات. سي فؤاد مرحبا بك. بداية أرحب بجريدة الدولة الجديدة وببرنامج مع بلغازي في هذا اللقاء التواصلي اللي من خلاله غادي نعطيو بعض التوضيحات للساكنة ديال إقليم الخميسات بخصوص قطاع الصحة بهذا الإقليم. سي فؤاد، ما هي حصيلة المصابين بكورونا منذ ظهور الوباء بإقليم الخميسات، وما هي الطريقة التي نهجتها المندوبية الإقليمية لحماية المواطنين؟ وهل هناك حصيلة للأشخاص الذين توفوا بهذا الفيروس على مستوى إقليم الخميسات؟ حصل الوباء يوم منذ انطلاق الجائحة عفت في الأونة الأخيرة بعض نقدروا نقولوا بعض التطورات اللي كانت شوية مقلقة، بحيث ارتفعت عدد الحالات بشكل كبير. الآن منذ أن ظهرت الجائحة في إقليم الخميسات عدد المصابين هو 3671 مصاب. هاد 3671 مصاب بفضل الله تشافى منها 3475 لتماثل الشفاء. حصيلة ديال الموتى اللي كنجددوا عليهم اليوم الرحلات نعزيو الأهالي ديالهم، هما ما يقارب 70 من الموتى توفى بالمستشفى الإقليمي، منهم 28 والباقي من المستشفيات الجهة. عدد الحالات النشطة الآن بإقليم الخميسات هي 113 حالة، منها 96 يعالجون بمنازلهم و17 بالمستشفى الإقليمي بالخميسات. هذا ما يمكن نقول على الحالة الوبائية الآن، عرفت بعض التحسن ونتمنوا إن شاء الله أنها نشوف هذه المنحنى ديال التحسن الحالة الوبائية بإقليم الخميسات. سي فؤاد، بالنسبة لحالة الوفاة، هل هي مختلفة في الأعمار أو يعني كتقتصر على واحد السن معين، بحكم أن ما قيل أن الفيروس يقتحم أجساد اللي كيكون عندهم المناعة ضعيفة وربما أنهم كبار في السن؟ باش تقدر تأكد لنا المعلومات في هذا؟ هذا فيروس جديد ومازلنا كنتعلموا ليه، ومازلنا كنتعلموا بزاف. ما نقدر نقول انا على إقليم الخميسات ان الوفيات في جلها اغلبها كانت عند كبار السن والناس اللي كانوا يعانوا من امراض مزمنه اخرى غير هذا الوباء. دكتور فؤاد، هناك فئه من المشككين الذين يقولون ان هذا الفيروس ما كاينش، وفئة اخرى تقول ان الفيروس غير قاتل وكل ما يقع الا هو بروباغندا اعلاميه. جواب على هذا السؤال، هذا في الحقيقه انا كنستغرب اننا عشنا جائحه وشنا بزاف ديال المشاكل فيها وشنا بزاف ديال الكوارث، ومازال هناك مشككون في وجود الفيروس او انه بروباغندا. الفيروس موجود والفيروس ينتقل بسرعه، والفيروس قاتل بالنسبة للأشخاص المسنين واللي عندهم أمراض فهو قاتل، لكن فهاد الصدد هذا لازم والآن أكثر مما مضى أننا نلتزموا بالإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي ولبس الكمامات وغسل الأيدي. هاد المسائل لا نستمر فيها لأن هي لا يمكن تحمينا من هاد الفيروس وتحمي الأهالي ديالنا. فمرة أخرى الفيروس موجود والفيروس يمكن في حالات أنه يؤدي إلى الموت أو يؤدي إلى مشاكل صحية خطرة. سي فؤاد، سؤال مهم يسأل عنه الصغير والكبير بإقليم الخميسات هو أين وصلت أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات، ومتى يمكن أن يفتح أبوابه أمام سائكين إقليم الخميسات؟ شنو تقدر تقول لنا سي فؤاد في هذا الإطار هذا؟ بالفعل المستشفى الإقليمي بالخميسات يعتبر من أكبر استثمارات اللي كانت في إقليم الخميسات. هذا المستشفى هذا يعد هو اللي راح حلنا مشاكل كبيره في استشفاء مدينه الخميسات، بحيث غادي يكونوا فيه تخصصات كثيره وغادي يكون الطاقه الاستيعابيه ديالهم للاسئله كبيره اللي غتلبي الغرض ان شاء الله ديال ساكنه مدينه الخميسات في التطبيب بهذا الاقليم. في الحقيقه عرفت التعثرات التقنيه
الان نعرفوا طريقه الحل ان شاء الله، والحصص الثانويه اللي كنا كنتعطرا راها تعلمت على طلبه العروض وراها معروضه في الجرائد، وغادي تنطلق ان شاء الله قريبا مجرد المسابقه عليها، وصدقت عليها الوزاره وعرضناها الان، كنتسناو طلبه العروض ديالنا وغادي نبداو في الاشهر ديالو ان شاء الله. دكتور باش تقربنا وتحطنا في الصوره شويه، يعني ممكن تقول لنا شنو هما الاختصاصات اللي ممكن انه يكونوا بهذا المستشفى الجديد؟ واش ممكن اننا نقدروا نستغناو على المستشفى الجامعي بحكم ان غيكون مجموعه ديال الاختصاصات متوفره بهذا المستشفى؟ شنو تقدر تقول لنا في هذا الاطار؟ اولا هذا المستشفى هذا غادي يعطينا واحد الوعاء، وعاء ديال اللي كنسميو حنا انستركتور، انستركتور اللي غادي يعطينا واحد اللي كتلبي طلبات وكتوازي ما هو متعارف عليه دوليا من مسالك داخل المستشفى، من غرف الجراحه، من راديولوجي، ليزاناليز، دياليز، كل شيء غادي يكون تما ان شاء الله. لا ترانسفيزيون غادي تكون تما في داك المستشفى، بالاضافه للتخصصات الجراحيه والتخصصات الطبيه. غادي يكون مستشفى اقليمي بشكل متعارف عليه وطنيا، فبذا غادي يكون صراحه غادي يعطينا واحد الدفعه، وغادي يخلي ان اغلبيه ديال طلبات التطبيب غادي تلبى على مستوى اقليم الخميسه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا نقدروا نقولوا سنه 2021 ممكن ان تكون بشرى الى ساكنه مدينه الخميسه والاقليم ككل في قطاع الصحه، انه ممكن ان نشاهدوا هذا. كنتمنى ان شاء الله بهذه الوتيره اللي احنا باغيين نمشي بها، ان في نهايه 2021 يكون جاهز وبدا التجهيز ديالو ان شاء الله باش نشتغلوا فيه. سي فؤاد، قبل ما نختموا هذه الحلقه نحيط علما مشاهدينا الكرام بانها ليست الحلقه الاخيره، بل هي جزء من مجموعه من الحلقات التي سوف نعقدها مع المندوب الاقليمي للصحه باقليم الخميسات، وسوف نتابع معكم ومعه أيضا التطورات القادمة في غضون الأيام القليلة، وما هي الاستعدادات التي برمجت لتلقيح المواطنين وكل ما يهم قطاع الصحة بإقليم الخميسات. بداية يتعين التأكيد على أن التلقيح هو السبيل الوحيد الآن اللي كاين باش نخرجوا من هذه الجائحة إن شاء الله. فهذه دعوة لجميع المواطنين والمواطنات اللي 18 سنة فما فوق أنهم يتلقحوا، لأن التلقيح آمن وكيعطي مناعة جيدة. هذه بداية. الاستعدادات في إقليم الخميسات استعدادات جارية على قدر المستطاع. نقدر نقول لكم أن الاستعدادات اللوجستيكية انهيناها من غرف التبريد وسلسلة التبريد من جميع أنواعها، بحيث أننا منذ تسلم إن شاء الله رجعنا نسلموا اللقاح إلى أن يصل إلى المواطن سيصل في ظروف جيدة وآمنة تضمن سلامته وسلامة المواطنين. بذلك جهزنا 42 مركز صحي اللي غادي يتكلف بالتلقيح. تنبغي نأكد على شيء آخر، أننا في إقليم الخميسات سنلقح إن شاء الله 395,000 مواطن ومواطنة من 18 سنة فما فوق، غنلقحهم جوج مرات على بعد 21 يوم من الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. استعدادات الان كملات، كنتسناو ان شاء الله توصلوا باللقاح وتعطوا انطلاقه وطنيا وحنا مستعدين. كنبغي ناكد شيء اخر، ان الاطف الطبيه والشبه الطبيه مستعده كما كانت في الجائحه، الان عاوتاني مستعده اكثر مما مضى باش نلقاو هذه الرحله ديال التلقيح ونديو خدمه للمواطن والمواطنه في الزمور. شكرا لك سي فؤاد على قبل الدعوة، وشكرا لكم على سعة الصدر. شكرا موصول لكم على عملكم الدؤوب في تطوير الساكنة بمدينة الخميسات بجميع المستجدات، لكم جزيل الشكر. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.